تنفيذا توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتطبيقا للبرنامج الحكومي، انه تواجد السادة الوزراء في قواطع عملياتهم، ونحن كوزارة الدفاع عازمين على ان نتواجد على موقع اخر جندي في اي مكان كان، في اي قاطع كان. اليوم كان زيارتنا الى عمليات كربلاء المقدسة وجزء من قاطع مسؤولية عمليات الانبار، طلعنا على واقع الحال الموجود في هذه القواطع، وكذلك التقينا بالأخوة الضباط والسادة الآمرين والقادة. واليوم الآن نحن في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، كانت من حسن الصدف التقينا بالسيد محافظ كربلاء المقدسة واطلعنا على العمل الجبار اللي يجري بالمحافظة من خدمات وتقدم وأعمار